السلام عليكم حبيباتي جيسبر كراكم كاع بيان انا الحمد لله راني في نعمه جيت اليوم جبت لكم فيديو جديده ماشي مالف نديرها لكم فيديو مشترك مع قناه حبيبتي واختي سمارة فلوغ تلاقينا اليوم هنايا في لافور تاع مدينه جديده حلت لو 1 جويي وغادي تكمل لو 17 جويي نخليكم مع صديقتي سلام البنات ان شاء الله تكونوا كاع بخير وانتم ما تتفرجوا في هذا الفيديو تاع اليوم اليوم رانا في لافوار حلت صافي 3 جو ولا وبغينا نشارك معكم هكا مقتطفات انا عندي قناه اسمها سمارة فلوغ ندير روتينات ندير خرجات ندير دي بروموسيون نبارطاجي بزاف صوالح ما تنسوش البنات تشجعونا انا وصاحبه قناه بنت الباهيه صراحه عجبتني بالبزاف انسانه في القمه رائعه اخلاقها تاني بزاف مليحه مهم الناس ملاح بالبزاف وهذه هي حبيباتي نتمنى باش تشجعونا ما تنسوش ديرونا لي لايك فيديو تاعنا ما تنسوش حبيباتي قلت لكم هذا فيديو مشترك مع حبيبتي سمارة فلوغ وغادي تدخلوا القناه تاعها تلقاو الفيديو تاني اللي درته انا معاها مشترك ادخلوا خلوا لها حبيباتي تعليق شباب كيما نتوما قولها جيناكم عند بنت الباهيه ونخليكم تاني نخليكم رابط الفيديو نتاعها اسفل في صندوق الوصف وفي تعليق المثبت انستغرام تاعها باش تواصلوا معها ونخليكم انستغرام تاعي ونخليكم تاني الجيميل يعني الايميل تاعي للتواصل والاعلان مهم شيرات انا خليت لكم تاني الانستغرام تاعي كما راكم تشوفوا دي فوا نحط فيه لي ستوري دي فوا نحط مشتريات جاني شري هكا نشارك معاهم في الانستغرام دائما نشارك في انستغرام هكا مشترياتي هكا دي فوا هكا دي تروك نديرهم نوجدهم جهازي ولا مهم شيرات تواصلوا معايا في الانستغرام راكم تشوفوا البنات بون قلت لكم بلي تلاقينا انا وسمارة فلوغ هنايا في لافوار مي سمحوا لي كاين غير تفيش كاين غير شكيل ماشي كيما مداري لافوار كيجي الله يبارك يجيبو غايه مي هاد الخطره الحياه كي والو ميته صراحه عجبوني غير لي صالون اللي قعدنا نصوروا فيهم عجبونا لي صالون هذوك اللي راكم تشوفوا فيهم كاين تاع 4 ملايين حتى تاع 9 ملايين كل واحد وسونته وهنا درت لكم جوله خفيفه يعني غير باش نشارك معكم شراه كاين تما ولافوار هذه جايه في قصر المعارض في دار الحياه مدينه جديده جايه في قصر المعارض انفاصل حديقه الحيوانات اللي ما يعرفوهاش وكاين تما كاين لي بيس من تما كاين 51 كاين الكاجي يحط شويه تحتها سي كونترول يحط شويه تحتها المهم كاين لي بيس بزاف يحطوا تما وبدات نهار الخميس لو 1 جويي وتكمل لو 17 جويي وبغيت نقول لكم ثاني بلي غادي تجي لافوار تاع جهاز العروسه تاع صالون العروس اللي كل عام يجي في مركزنا من مركز مؤتمرات في العقيد لطفي حدا فندق الميريديان ما تنسوش يجي نورمالمون لو 11 ولا لو 13 جويي ويكمل لو 17 جويي ان شاء الله نحاول نشارك معكم فيديو خفيف تما ان شاء الله الا كتب ربي المهم شيرات تهلاو في رواحكم ونموت عليكم وما تنسوش غادي نخلي لكم معلومات اسفل في صندوق الوصف هو في اول تعليق في التعليق المثبت وما تنسوش تدخلوا عند الاخت سمارة شوفوا تاني هي الفيديو تاعها رانا دايرين فيديو مشترك تشوفوني تما المهم شيرات تهلاو في رواحكم نموت عليكم وسلام